هسه راح نحكي عن ال HTML structure. راح نبدي ندخل بلغة ال HTML، وأول شيء راح ندرس structure مال هذه ال HTML، بعدين ندرس تفاصيل هذه اللغة، طبعا مو التفاصيل بالتفصيل يعني، وإنما الأمور العامة اللي ممكن احنا نستفاد من عندها. المعلومات طبعا انا كلها دا اجيبها ودا اعتمد على هذا الكتاب اللي هو اسمه، هذا الكتاب هو من جزئين، الجزء الاول اللي هو HTML and CSS، المؤلف اسمه جون دوكيت، والجزء الثاني اللي هو JavaScript and jQuery. هذا الكتاب هو كتاب للمبتدئين طبعا، ومن اجمل الكتب من ناحية التصميم، الكتب التقنية اللي شفتها من ناحية التصميم، كتاب كلش حلو، عندي موجود هارد كوبي. فأنا عن طريق هذه الفصول مال هذا الكتاب أحاول ألخص الفصل وأسوي درس فيديو، وإذا مثلا أمور ما موضحها هو أنا أحاول أجيبها من مصادر أخرى وأوضحها. فلازم يكون عندنا فد مصدر نرجع إلى حتى شنو الفيديوهات تصير على شكل يعني تمشي على فد منهج معين. الـ HTML Structure احنا قلنا انه شنو الـ HTML، قلنا الـ HTML هي اللغة اللي توصف محتويات صفحة الويب، وقلنا الـ CSS تنطي ستايل إلى هذه المحتويات. فالـ HTML تتكون من شنو؟ من مجموعة من العناصر Elements. الـ HTML بيها عناصر Elements. شو يسموها هذه العناصر بالـ HTML؟ يسموها Tags. يسموها Tags. Tags بالـ HTML تشبه الكيوردز اللي موجودة وين؟ بلغات البرمجة، اللي مثلا سي بلس بلس بها مجموعة من الكيوردز، بها فور، بها اف، بها سويتش مثلا. هذه الكيوردز الها وظائف، كلمات محجوزة باللغة والها وظائف معينة. هنا نفس الشيء، ال HTML بها مجموعة كبيرة من التاجز، كل تاج الى شنو؟ الى وظيفة معينة ويؤدي لك فد غرض معين بالنسبة الى محتويات صفحة الويب. فاذا عناصر لغة ال HTML يسموها شنو؟ يسموها تاج. التاجز ذني قسم بيهن، يعني هذني التاج قسم بيهن عبارة عن زوج من التاج، يعني واحد يسموه opening tag وإلى closing tag، وقسم بيهن لا ما بي open وclose، هو تاج واحد، يعني قسم يجي زوج من التاجات وقسم يجي تاج واحد. فعندنا في شيء اسمه opening tag، opening tag، وعندنا في شيء اسمه closing tag. مثلا خلنا ناخذ مثال، راح نعطي مثال على تاج اللي هو الباراجراف، يعني التاج الخاص بكتابة الباراجراف، الفقرة. اذا عندك فقرة من يعني فقرة من معلومات نصية تريد تكتبها، وين تخليها؟ تخليها بين تاجين من نوع شنو؟ من نوع باراجراف. احنا راح نحكي بالفيديو الجاي عن التاجات الخاصة بالتكست، بس هسه بس على مود نضرب مثال. التاج هيك يصير شكله، اكو فد قاوس علامة أصغر وقاوس علامة أكبر واسم التاج، هذا اسمه P معناتها paragraph، هذا محجوز باللغة، بلغة الـ HTML الـ P معناتها الـ paragraph tag، هذا اسمه opening tag، هذا الـ opening tag. الـ closing نفسه يكون بس شنو؟ بي slash forward slash. فهذه هي الصيغة العامة للتاجات اللي موجودة بالـ HTML، تكون عبارة عن زوج من التاجات نفس الاسم، هذا يسموه open، هذا يسموه close. بيناتهن هنا تكتب الشيء اللي تريد هذا التاج يأثر عليه. يعني انت اذا عندك فقرة تريد تكتبها، مجموعة اسطر نصية، تخليها محصورة بين هذا الopening tag وهذا الclosing tag. فكل شيء بين هذه الاثنين راح يصير شنو؟ عبارة عن paragraph. فاذا تأثير التاج او تأثير هذا خلنا نقول الرمز المحجوز باللغة راح يكون بينه وبين الكلوزنج تاج مالته. طبعا اكو تاجات ما تحتاج كلوزنج تاج، هي يسموها سيلف كلوزنج تاج، تعتبر بيها تاج واحد مثل ما راح نشوف بعدين. فان هذا معناته الاوبننج تاج وهذا معناته الكلوزنج تاج، دائما هيك يصير ودائما هذه الاقواس موجوده. طبعا لازم نعرف انه لغه ال HTML هي لغه نوت كيس سنسيتيف، نوت كيس سنسيتيف يعني لغه غير حساسة لحالة الأحرف. يعني هذا الـ P إذا كتبه small أو capital نفس الشيء، هذا أيضا إذا كتبه small أو capital نفس الشيء، إذا التاجات أكتبها small أو capital ما يفرق عندي، مو مثل الـ C++. الـ C++ case sensitive، يعني ما تقدر تكتب الـ F بالـ C++ capital letter، ولا تكتب الـ 4 capital letter، لازم كله small. هنا أنا ما يفرق، بس الـ best practice يعني الأفضل إلك أنه دائما تكتبها small letter، يعني إحنا نشتغل بالـ small letter إلا في الضرورة
ما نحاول نستخدم كابيتال لتر بكتابة اللغات البرمجية أو اللغات اللي هي أي لغة، لغة برمجية أو لغة وصفية، نستخدم احنا سمول لتر إلا إذا كان أكو فائدة معينة من استخدام الكابيتال لتر. زين، إذا هي not case sensitive. الملاحظة الأخرى شنو؟ طبعا هذا قلنا أنه احنا الـ HTML بها أنواع وبها فيرجنات متعددة، وقلنا منو راح يفسر لك الـ HTML، منو راح يعرض لك الـ content مال HTML، يعني منو راح يفتهم هذا التاج الـ P؟ البراوزر. البراوزر هو راح يقرأ الكود مالتك مال HTML ويقرأ هذا التاج، وراح يعرف انه هذا paragraph وهذا الـ closing مالته ايضا، فراح بيناتهم راح يكون عبارة عن paragraph. فاذا حتى نحدد احنا بالبداية لازم نحدد نوع لغة الـ HTML او يا اصدار احنا نشتغل عليه. فاكو فد تاج اللي هو شنو اللي اسمه doc type. هذا التاج هيك يبدي، هذا تاج واحد يعني مو عبارة عن pair، لا تاج واحد. نكتب doc type و html، يعني نوع الدوكيمنت اللي راح نسويه هو html. هذا الدوك تايب html اذا كتبناه هيك شيء، هذا معناته احنا بدنا نشتغل بالفيرجن اللي هو اخر فيرجن بال html اللي هو ال html5. طبعا ال html4 وال html النسخ الاقدم لها غير عباره، اكو فد كلمات هواي نكتبها هنا حتى نشتغل على html4، بس احنا راح نشتغل على اخر اصدار. فال html5 دائما اول سطر يكون عندي بالويب بيج هذا doc type html. زين، وراها شنو راح يجي عندي؟ وراها اكو احنا بدنا نحكي عن شنو؟ بدنا نحكي عن الستراكشر مال html. وراها انا عندي ورا هذا التاج يبدي تاج ال html اللي هو يمثل شنو؟ يمثل انه هذا الملف مالتك هو html. هذا شنو؟ opening tag. والclosing tag دائما هذا يكون اخر شيء html. اذا انت اي شيء بين هذا التاج وبين هذا التاج هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن html code، حتى البراوزر يعرف انه انت راح تكتب html code، لان قلنا الويب بها هواية لغات برمجية سواء كانت server side او client side. فمن تريد تكتب html دائما الويب بيج مالتك يبدي بال html opening tag والclosing tag مالته. راح نشوف هواية اكو بالتاجات مال HTML اكو مبدأ النستنج. يعني شنو نستنج؟ يعني تتداخل تاج بداخل تاج، يعني هذا فشي جدا شائع موجود بال HTML. دائما تحاول تكتب يعني الكتابة من تكتب تاج جوا هذا ما تخليه بنفس مستوى، تحاول شوية تزحف عنه حتى يصير تابع له. يعني هذا مثل راح يكون الروت مالتك، هذا الروت دائما كل صفحات الانترنت تبدي، وهذا اللي يحدد نوع لغة الـ HTML يا فيرجن اللي تشتغل عليها، وهذا يحدد انه المستند مالتك HTML، وهذا الكلوزنج مالته. الـ HTML بها جزئين، بها جزء يسموه هيد اللي هو ما الصفحة هيد الهيد، طبعا هذا هم بي شنو؟ بي كلوزنج تاج، وبي البادي. الجزء الثاني بادي، هذا ستراكتر ثابت موجود بكل صفحات الـ HTML، ايضا الكلوزنج مال بادي بهذه الصوره. فاذا بداخل ال HTML راح يصير عندي هيد بدايه ونهايته، والبادي بدايته ونهايته. اي شيء احنا نشوفه بالصفحه، يعني من نروح على اي موقع بالدنيا ونفتحه وينعرض قدامنا، هذا كل اللي دا ينعرض قدامنا هو جزء شنو؟ هو جزء البادي. دائما نكتب كل شغلات الموقع وين؟ بالبادي. اذا عندي نصوص او عندي صور او عندي فيديو او عندي غير شغلات، كلها وين اكتبها؟ اكتبها بالبادي. اذا البادي من اسمه هو يعني جسم الصفحة، اي شيء راح ينعرض عندك على الصفحة تكتبه وين؟ بالبادي. زين، هذا الهيد شنو؟ هذا الهيد راح يحتوي على معلومات، خلينا نقول شوية بعدين نشرحها. ليش؟ لانه هاي المعلومات اللي راح نكتبها بالهيد هي عبارة عن معلومات، مثلا تريد توصف الموقع مالتك، تريد تكتب كيوردز معين للموقع مالتك، تريد تربط الموقع مالتك بغير فايلات جافا سكريبت، تربطها بفايلات سي اس اس، ها كلها امور بعدين نحكيها. ليش هذا حطوه؟ حتى نخلي هاي المعلومات. زين، شنو الفائدة انا اخلي كيورد؟ شنو الفائدة اوصف الموقع مالتي؟ الفائدة حتى محركات البحث انه هذا الموقع مالتك يكون معروف بالنسبة لمن؟ الى محركات البحث. مثلا اذا انت عندك موقع تعليمي فتحاول تكتب بالهيد فد اعازات يسموها او فد كلمات
توصف الموقع مالتك، حتى واحد من يسوي بحث عن هاي الكلمات بالجوجل مثلا او بغير سيرش انجن الموقع مالتك يظهر عندهم بالنتائج. فالهيد هو جزء جدا مهم وبمعلومات تفيد الموقع مالتك بالنسبة للسيرش انجن، وبالنسبة اذا تريد تربطه في ملفات اخرى راح نحكي عليها بعدين. اهم تاج موجود بالهيد اللي دائما هو المشهور اللي هو التايتل. التايتل اللي هو عنوان الصفحة. عنوان الصفحة وين نكتبه؟ نكتبه داخل الهيد. وايضا بي اوبننج تاج وبي كلوزنج تاج. تايتل هنا تكتب مثلا تكتب عنوان الصفحة الموقع انت مادك شنو عنوانه، حيصير تكتبه بين هاي التاجين. راح تشوف العنوان مال الصفحة من تنفذ يطلع عندك وين بالتايتل مال البيج. المهم هسه حتى نحكي ستراكشر، احنا الستراكشر مالتك دائما تتكون من هذا ال HTML وهذا الهيد اللي هو رأس الصفحة وهذا البادي، وبالهيد ممكن تخلي التايتل. ودائما نكتب هيجي، يعني من نكتب هيجي راح نعرف انه هذا الروت مالتي هو ال HTML والهيد هو عبارة عن خلينا نقول داخل ال HTML، البادي ايضا داخل ال HTML، البادي نفس مستوى الهيد، التايتل المفروض شوية يسحف لانه التايتل تابع للهيد. فدائما هذا يسموه الاندنتنج، يعني تزحف الكود حتى من تقرا مالتك الدوكيمنت يصير مفهوم لك، لانه البراوزر ما يفرق له اذا كتبت هيجي او ذني كلهن كتبناهن على سطر واحد. يصير يعني راح تنعرض الصفحه نفس الشيء، بس انت من تقرا الكود لانه صفحات الويب الكود مالتها يعني يصير جدا ضخم، الاف الاسطر البرمجيه. فمن تكتب هيجي صوره من البدايه تتعلم راح تكون تفتهم انت هاي الصفحات وتقدر تعدل على الكود مالتك، تضيف او تحذف او تغير من الستايل مال الكود مالتك. فهذه هي الستراكشر الاساسيه اللي موجوده وين عندي، اللي موجوده بال HTML pages. هسه خلينا نشوف شو راح هذا الحكي راح نطبقه وننفذه حتى نشوف الناتج مالتنا. احنا قلنا بالفيديو السابق قلنا انه لازم الكود مالتنا نرتبه وين، او صفحات الويب وين نرتبها، داخل فولدرات. فانت اول شيء شو تسوي؟ اول شيء تجي تسوي فولدر، نيو فولدر، وقلنا هذا الفولدر راح يصير هو الروت للموقع مالتك، وتسمي مثلا انت تسميه الموقع اللي تريد تسوي باسم الموقع اللي تريد تسوي، تنطيه اسم. طبعا يفضل انه تسمي اسماء بدون يعني بدون سبيس، تسميها اسماء دائما حتى شنو لا يصير عندك مشكله بالباث بعدين. فهذا الفولدر راح يحتوي على الموقع اللي احنا راح نسويه، وبداخله تجي تخزن، قلنا تخزن الفولدرات مثلا اذا عندك ايمجز، فتسوي فولدر شو تسوي مثلا فولدر ايمج، هذا بداخله راح تخزن انت الصور. اذا عندك مثلا ملفات سي اس اس تسوي فولدر سي اس اس، عندك ملفات مثلا بي دي اف تسوي فولدر بي دي اف، وهكذا. دائما ترتب الامور حتى الموقع مالتك يصير مرتب بصوره صحيحه. زين خلينا نجي نسوي صفحة الويب. احنا قلنا صفحة الويب لازم نشتغل وين بالفيديو السابق؟ قلنا نشتغل بإديتر، قلنا اي نوع من انواع الإديتر، وراويتكم مجموعة من الانواع. ونقدر نشتغل بالنوت باد، هذا هو النوت باد، اقدر اشتغل به صفحة HTML. فاذا ابدي بال HTML بهاي الصورة، لاحظ انه هذا النوت باد ايش بيه؟ ما بيه يعني تلوين، ما بي بعض الامور اللي حتكون مهمة، فشوية مزعج بالكتابة. هذا البودي وهذا سلاش بودي، ونضيف هنا التايتل بالهيد مثلا ويلكم تو ماي سايت، وهذا الكلوزنج تاج مال التايتل. وهنا قلنا هذه لازم تكون بهاي الصورة، يفضل. فهذا طبعا موقع فارغ بس بمجرد عنوان، لانه بعدنا مضايفين شيء احنا للبادي. زين سوينا هذا الكود بالوين بالنوت باد، شلون اخذنا صفحة انترنت؟ هذا هو عبارة عن تكست، اسوي له فايل سيف از، ونروح على الفولدر مالتنا اللي هو هذا على الديسكتوب، دبل كليك هنا. اذا انخزنا ايش راح ينخزن عندي؟ راح ينخزن على شكل txt، واحنا لازم شنو نخزنه؟ لازم نخزنه .html. فاذا اخزناه .txt راح يصير ملف نصي وليس ملف صفحة ويب. اخزناه index.txt، دبل كليك راح يطلع لي الكود. زين شلون نحوله الى html؟ نحوله الى html، هذه اللاحقة الاكستنشن مهمة جدا.
احنا نعرف الملفات اللي موجودة بأنظمة التشغيل سواء كانت ويندوز او ماك او لينكس كلها بيها extension لاحقة، يعني اسم الملف دوت نقطة واللاحقة مالته. اللاحقة هي شنو فائدتها؟ فائدتها تعرف نوع الملف. الفولدرات ما بيها لاحقة بس الفايلات بيها. هذا الدوت تي اكس معناته شنو؟ معناته تكست فايل. معناته طبعا اذا ما طالع عندك هذه اللاحقة مرات تكون بهاي الصورة، تكون بهاي الصورة عندك الاكستنشن ما تظهر، لانه الويندوز مرات انه يخفي الاكستنشن. فاذا حتى تظهر عندك تروح على التولز فولدر اوبشن فيو وهذا الصح تشيله هايد اكستنشن فور نون فايل تايبس، دوس اوكي راح يطلع عندك الاكستنشن. فاذا الدوت تي اكس تي هو مو ملف ويب، الدوت تي اكس تي هو ملف شنو؟ ملف نصي تكست. فحتى نحول الى ملف ويب اما نستخدم دوت اتش تي ام ال او نستخدم دوت اتش تي ام. ف اتش تي ام ال او اتش تي ام راح نقول لك تريد تغير الاكستنشن قول له يس. فهسه تحول عندي الى شنو؟ تحول عندي الى ملف اتش تي ام ال، اما اتش تي ام ال تستخدم او اتش تي ام ماكو فرق، بس اكثر المواقع تستخدم اتش تي ام ال. فهذا اذا دوس دبل كليك هسه فراح ينفتح عندي بالبراوزر اللي هو منو؟ اللي هو الكروم. طبعا لاحظ انه هذا الصفحه الاندكس دوت اتش تي ام ال موجوده بالفولدر هذا، موجوده على الديسكتوب. صفحه فارغه، ليش فارغه؟ لانه البادي فارغ. هذا العنوان اللي كتبته التايتل ويلكم تو ماي سايت هنا يظهر عندك. وطبعا تقدر تفتحه انت باي براوزر اذا كان عندك غير براوزر مثلا فايرفوكس او انترنت اكسبلورر او جوجل كروم، اي براوزر تقدر، اي صفحه اي براوزر هو يشغل اي صفحه انترنت. لاحظ ايضا هذا البادي فارغ وهنا عندك هذا التايتل، هذا التايتل موجود. فاحنا ايش راح نسوي؟ احنا ما راح نشتغل على النوت باد، قلنا نستخدم فد اديتر اللي هو هذا البراكتس انا استخدمه، او تريد تستخدم الاتوم، تريد تستخدم النوت باد بلس بلس، انت تشوف يا هو الافضل بالنسبه لك. هذا البراكت تروح على الفايل، طبعا هذا الثيم مالته دارك، تقدر تغير تسوي مثلا نام الفيو ثيم تختار الوايت اذا تريد، وهنا الفونت تزيده تكبره 18 او اكثر، بس اني احب اشتغل على الدارك لانه شويه العين تكون ترتاح اكثر على الالوان الغامقه. زين تروح على الفايل تقول له اوبن فولدر، تروح على الديسكتوب، احنا وين خليناه؟ خليناه هنا، هذا هو الفولدر مالتي، اقول له سيلكت فولدر، فراح يفتح لي الفولدر، ونلاحظ بداخل هذا فولدر الايمج اللي احنا سويناه، وهذه صفحه الاندكس دوت اتش تي ام ال. من ادوس كليك عليها راح يعرض لي شنو؟ راح يعرض لي الكود اللي كتبته. وين كتبته؟ بالنوت باد. هذا مثل ما نلاحظ شنو بي؟ هذا الايديتر اللي هو البراكتس يلون لك الكود، يلون لك التاجات، منها تقدر تختار اللغة طبعا اذا انت مختارها، تختار ال HTML يدعم اكثر من لغة كسنتاكس. وهنا بهاي الخاصية اللي يسموها الفولدينج، انه تقدر هذا تسده الهيد وكل شيء بداخله، يعني اذا صار الكود كبير تقدر يعني تسد الكود هذا البودي، وبي ترقيم للاسطر، وبهواية امور وفوائد افضل بالنسبة انه لكتابة شنو؟ لكتابة الكود. فطبعا اذا اغير اي شيء هسه، اذا اغير اي شيء هنا راح يصير عندي مثل النقطه، هذه النقطه معناتها شنو؟ معناتها انت هذا غيرت بس ما مسيف. من تسيف شلون نسيف؟ ندوس كنترول اس سيفت راحت النقطه. فمن تسيف مثلا هنا راح اغير هاي الكتابه، احنا عاده شلون نشتغل؟ هذا نفتح الاديتر هيجي ونفتح هذا اللي هو راح يكون ناتج الكود مالتنا، ونشتغل هنا بالكود ونسيف الكود ونشوف التنفيذ مالتنا. شلون نشوف التنفيذ؟ نسوي رفرش هنا، نسوي رفرش حتى ياخذ التغيير. مثلا هنا انا اسوي ويلكم تو ماي سايت، هي هذه موجوده ويلكم تو ماي سايت. اذا تجي تغير هذا الكود مثلا تكتب، لاحظ انه هنا حتى لو اسوي رفرش ما تطلع، ليش؟ لان بعدك ما مسوي سيف. هاي النقطه معناتها انت ما مسوي سيف، فتجي هنا تدوس كنترول اس راحت النقطه يعني سيفت، تسوي رفرش راح تلاحظ التغيير موجود هنا. هسه بالبادي اذا نكتب، احنا قلنا التاجز مال الباراجراف، طبعا نلاحظ انه هذا ايضا شو يسوي لي؟ هو يسد التاج، يعني من ادوس البي هذا التاج هو ينطيني الكلوزنج تاج مالته، بينما بالنوت باد ما بهاي الخاصيه، لازم تكتب الاوبننج والكلوزنج انت دائما. فمثلا اي شيء تكتبه
هسه راح يظهر عندك هنا من تسيف هسه هاي النقطه نسيفه دائما هذه ما ننسى نسيف بعدين نسوي ريفرش راح تظهر عندك الباراجراف ليش ظهرت هنا لان انت كتبتها وين بالبادي قلنا اي شيء نكتبه بالبادي هذا كله هو عباره عن البادي مال الصفحه وهذا هو التايتل اللي موجود وين بالهيد فاذا هذا عباره عن مجرد نعرف انه الستراكشر العام لل HTML وشلون تشتغل اكو ملاحظه اخرى جدا مهمه ال HTML تتكون قلنا من شنو من elements هذه elements هي عبارة عن تاجات واخذنا هذه أمثلة ال HTML هو تاج طبعا هذا لازم هم نكتبه حتى يعتبر مالتنا الدوكيمنت هو HTML5 قلنا هذا لازم نكتبه اللي هو علامة تعجب doc type HTML هذا شنو فائدته انه حتى يعرف البراوزر انه انا دا اشتغل على HTML النسخة الاخيرة اللي هي HTML5 زين هسه شنو عندي قلنا الكونتنت مال HTML page او HTML language الكونتنت مالته عبارة عن شنو عبارة مجموعة من التاجات اخذنا هذا التاج اللي هو HTML اخذنا هذا التاج اللي هو الهيد هذا التايتل وهذا البادي واخذنا البي اللي هو الباراجراف هذني التاجات اكو بعض من عندهن او اغلبهن بهن شنو بهن attributes بهن خصائص وكل تاج له خصائص يعني خاصة بي كل تاج بخصائص خاصة بهذا التاج مثلا هذا البادي هذا البادي مثلا بخاصية تغير اللون البادي اللي هو خلفية الموقع مثلا الصيغة العامة حتى نكتب الاتريبيوت الصيغة العامة هي هاي انه اكتب داخل وين اكتبها اكتب الاتريبيوت بالاوبننج تاج يعني هذا بالاوبننج تاج دائما الخصائص نكتبها بالاوبننج تاج مو بالكلوزنج تاج اكتب اتريبيوت اتريبيوت اسم الخاصية يعني مو اكتب اتريبيوت يعني هي الخاصية شو اسمها لازم اعرف اسم الخاصية مثلا خاصية كلر او خاصية الفونت او خاصية مثلا العرض او الطول او الى اخره اكتب اتريبيوت تساوي الفاليو واخلي الفاليو بين دبل كوتيشن طبعا هم يفضل انه نكتب شنو نكتب سمول لتر هي نقدر نكتب هنا كابيتال لتر بس شنو سمول لتر افضل لان HTML5 تخليك تكتب كابيتال لتر بالاتريبيوت بس الافضل انه نخليها سمول لتر مثل ما اتفقنا فهذه الصيغه العامه هاي الصيغه العامه لكتابه الخاصيه فهسه مثلا اذا هذا البادي اللي قلنا البادي هو عباره عن شنو عباره عن كل الصفحه جسم الصفحه اذا اردت تغير الباك جراوند الباك جراوند الافتراضيه هي شنو عندك هاي بيضه الباك جراوند الافتراضيه هي هذا اللون الابيض اذا اردت تغيره شو تسوي لازم نغير الخاصيه اسمها بي جي كلر بي جي يعني باك جراوند كلر هذه خاصيه هذه اتريبيوت هذا مو تاج اتريبيوت تابع لمن تابع لهذا التاج البادي تساوي بين كوتيشن مثلا ريد بين كوتيشن ريد هذه الخاصيه اذا سويتها وكتبت خليتها بالبادي راح يصير لون الصفحه شنو الباك جراوند مالتك لونها احمر فالفكره انه شنو نتعلم هنا نتعلم انه اذا نريد اتريبيوت لازم نعرف الاتريبيوت شنو ونعرف الفاليو اللي يتقبلها الاتريبيوت ونخليه يساوي والفاليو نخليها بين دبل كوتيشن هاي صيغه عامه فاذا نجي هنا للكود مالتنا نجي نطبق هنا على البادي اقول هنا البادي بي جي كلر يساوي مثلا ريد واسيف واجي على هنا الصفحه مالتي اسوي لها ريفرش فلاحظ اللون صار شنو احمر فاذا غيرت الاتريبيوت هذه الاتريبيوت مال هذا التاج انطيتها فاليو ريد اذا انطيها غير فاليو بلو واسيف واجي هنا اسوي ريفرش ايش راح يصير عندي راح يصير عندي لون ازرق طبعا احنا قلنا انه لازم التصميم يكون يعني هذه الالوان ما يصير احنا نستخدمها بالتصميم مالتنا لانه هذه الوان كلش خلينا نقول كلش الوان صارخه لازم نستخدم الوان هادئه بالتصميم لان التصميم لازم يكون الوان متناسقه مثل ما قلنا فذني البلو والريد والجرين المعرفة هنا موجودة ما تفيدنا اكو نظام التلوين اللي موجود بالحاسبة هو عبارة عن يتكون من ثلاث الوان اللي يسموها الـ RGB نظام الالوان بالحاسبة يسموه الـ RGB يعني الالوان الاساسية الثلاثة اللي هي الريد والجرين والبي كل واحد من ذني الالوان يرمزوا له بحرفين هكساديسيمال او 2 ديجيت هكساديسيمال
فيصير 6، اول 2 مال بلو، ثاني 2 مال جرين، والثالث 2 مال من مال ريد، ويبدي بهذا الهاش او الباوند ساين. هذا اذا كان كل اصفاره معناته الريد صفر والجرين صفر والبلو صفر، اذا هذا لون اسود. هذا يتدرج الى ان يوصل الى كل افات، لان قلنا هذا هكساديسيمال، الهكساديسيمال تبدي من الصفر وتنتهي بالاف. اذا كل اف يعني معناته هذا شنو؟ معناته هذا وايت، هذا لون ابيض، هذا لون اسود. اذا هذا انطيته اف وذني صفاره يعني الاحمر، يعني سويته اف اف وذني صفاره راح ينطيك اللون الاحمر. اذا هذا سويته اف اف وذني صفاره راح ينطيك الاخضر. اذا هذا اف اف وذني صفاره راح ينطيك اللون الازرق. اذا انطيت قيم مثلا 2 2 من الاحمر والجرين 3 مثلا 3 والبلو مثلا اف اف، فراح يخبط هذه الالوان ويعطيك لون هو بين ذني الالوان كلهن. فتقدر تستخدم انت اي لون من هذه الالوان. فاذا هنا بدل ما احنا نستخدم ذني الكلمات المعرفه مسبقا، نقدر نستخدم هذا، اقول مثلا 0 0 0 0 0 0 قلنا هذا يا لون هذا اسود. فاذا نجي للتنفيذ مالتنا هنا نسوي ريفرش، لاحظ انه هذا اسود، وقلنا اذا هذا اف اف اللي هو مال ريد وسيف وجيس اسوي ريفرش راح يصير ريد. اذا ذني اعطيتهن قيم مثلا 5 5 تنطيهن قيم من الصفر الى الاف، فهنا راح يطلع عندك لون هو احمر وبي شويه شنو جرين وبي قيمه للبلو، فراح يخبطهن ويعطيك هذا اللون الوردي. فهنا أنا اي قيم تكتبها انت هو راح يدمجهن ويعطيك الرقم الناتج. طبعا هذا الرقم، هذا الميزه موجوده وين بالبراكت، انه يعطيك اللون. هنا أنا هاي الميزه ايضا ما موجوده ببقيه الاديتارز، يعطيك هذا اللون بس تاشر على القيمه اللونيه هذه. فهذه تقدر تستخدمها، او الافضل تقدر تستخدم شنو، اكو مواقع هي تنطيك يعني الوان تقدر تستخدمها، تنطيك الوان. مثلا هذا الموقع اللي هو flatcolors.net يعطيك مجموعة من الألوان، هذه ألوان هادئة تقدر تستخدمها بالتصميم. مثلا إذا تريد تستخدم هذا اللون، تستخدم هذا اللون الرصاصي فاتح، بس تدوس كليك عليه راح يخزن الكود مالته اللي هو E7E7E7، لأن أنت ما تقدر تعرف، تقعد تجرب، لازم هاي ينطيك الألوان قدامك وتختار أنت أي لون هادئ يعجبك بتصميم الموقع مالتك كخلفية. مثلا نختار هذا اللون، قلنا دوس كليك عليه راح يخزنه هذا بالكليب بورد. فبترجع لهنا انا للكود ماتك، بس تسوي له شنو؟ تسوي له بيست كنترول في، فراح يخزنه، وتسيف كنترول اس، وترجع هنا انا تسوي ريفرش، فراح يصير عندك هذا اللون اللي انت اختاريته. فالالوان جدا مهمه، دائما نختار الوان هادئه بتصميم المواقع مالتنا. ملاحظه اخرى احب اقولها بهذا الفيديو، انه انت دائما اي موقع تفوت له، اي براوزر تستخدمه، دائما اذا دوس رايت كليك بمكان فارغ هنا اكو فد شيء اسمه شنو، فيو بيج سورس. اي موقع تفوت له روح جربها، تدوس فيو بيج سورس راح يفتح لك صفحه جديده بها شنو، بها الكود ال HTML اللي انت كاتبه. فهذا معناته انه انت تقدر تعرف الكود ال HTML مال اي موقع، لانه ال HTML هي مو لغه سيرفر سايد. السيرفر سايد اللغات الكود مالتها ما تقدر تشوفه، بس الكلاينت سايد اللغات اللي هي جافا سكريبت والاتش تي ام ال وغيرها تقدر تشوف الكود مالتها بالصفحات. فاذا اي صفحه تريد تعرف مثلا فد شغله معينه شلون مسويها او شلون مسوي مبرمجين هذه الصفحه، رايت كليك وتدوس شنو فيو بيج سورس، راح يطلع لك السورس اللي موجود حتى تتعلم وتشوف التاجات اللي موجوده. لان اكو مشكله الاتش تي ام ال بيها هوايه تاجات وما حد يقدر يعني يحفظها كلها، بها هواية اتريبيوت، شلون راح نحفظها احنا؟ طبعا هذه الفيديوهات اللي انا دا اسويها هي فيديوهات بس مجرد تعلمك وتخليك على الطريق، انت بعد تقدر يعني من يمك تقدر تروح تتعلم اي شيء، تروح تسوي عليه بحث وتتعلمه. مثلا اكو هذا الموقع اللي هو اشهر موقع اعتقد بالويب اللي هو اسمه W3 Schools. هذا الموقع اعتقد بكل شيء عن الويب، يعني تريد تتعلم HTML، تريد تتعلم CSS، عن الالوان، البوتستراب، هاي اللي قلنا تسوي لنا الويب سايت مالتنا ريسبونسيف، مثلا هاي اللغات جافا سكريبت، جي كويري، انجولار، الى اخره من التقنيات الويب كلها موجوده هنا. فانت من تروح على ال HTML
هذا ينطيك كل شيء موجود عندك بالتاجات، يعني هذا مثل تخليه مرجع لك، اي شيء تحتاجه اي شيء تنساه، يعني مثل جامع كل التاجات مال HTML وشارحها وناطي عليها امثله وتقدر ترجع له. فاني ما اقدر بالفيديو انه انطيك كل التاجات اللي موجوده، وانما اعلمك الشغلات الاساسيه والباقي عليك انت تروح تدور وتقدر تطور نفسك. فهذه المعلومات اللي حبيت ابين لك اياها بهذا الفيديو، وان شاء الله بالفيديو الجاي راح نتعلم التاجات اللي خاصه بمواضيع التكست، نتعلم التاجات اللي خاصه بالنصوص ان شاء الله بالفيديو القادم.